Hello mes amis, j'espère que vous êtes bien à la fin. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم Angry Lifestyle. مرحبا بكم كذلك في فيديو جديدة. كيف كتشوفوا من التيتر ديال لا فيديو بغيت نعمل لكم ان كوان كافي اللي شحال هذه وانا كنبغيت نعملو مي خصني نجمع لي زارتيكل وداكشي اللي بغيت لو تام اللي انا عامله في يعني اللي انا دايره في البال ديالي ودابا راني جمعت لي زارتيكل كلهم وشريت كلشي. اول حاجه غادي نبارطاجي معكم هي هاد لي طاجير ميورال في اون ميتال دوري اللي كتشوفوا هذه خديتها في واحد المحل دنماركي ما كانتش غاليه بزاف ما عقلتش على لو بري ديالها لان صافي لونطون وانا كناخذ لي زارتيكل من هنا ومن هنا دونك هذه علقتها هنايا غادي نقول لكم شنو غادي نحط فيها وشنو غادي نعلق فيها ثاني حاجه غندوز نوريكم لي زارتيكل الاخرين اللي خديت من اش ام اول حاجه غادي نبارطاجي معكم هو هذا الفاز هذا اون فيغ كما شفتوا فيه الدوري من الجناب هذا خديته كذلك من نفس البلاصه اللي خديت فيها هذيك لي طاجير دونك هذا خديته راه كاتبين اون اورو خديته ب 9.37 ثاني حاجه خديت هذا لا بوطا فيجو غادي نوريكم خديتها من اش ام من اش ام هوم دونك خديت هذا لا بوطا فيجو اللي كتشبه شويه هذا الفاز هذا فكما شفتوا دايره بحال هكا دونك هذه هي اللي عطلاتني باش نعمل لكم الكوان كافي دونك بقيت كنقلب على هذه اللي كتجي مع هذا الفاز هذا كما شفتوا بون ثالث حاجه خديت هذا البريزونطوار اون مار بلون وفيه الدوري من التحت هذا حتى هو كنت كنقلب عليه بزاف ولقيته في اش ام هوم هذا اللي كيعمل اون اورو كيعمل 27.99 دونك فوالا هذا هو لو بري ديالو فريمون عجبني حيت هذاك لو تام اللي عامله انا في البال ديالي غادي نعمل بغيت لو بلون ويكون ماربغي وكيكون اوسي دوري دونك هذا البريزونطوار قريته من اش ام هوم دونك رابع حاجه خديت هاد ليكويير هادو اون دوري صغيورين كما شفتو دونك هادو اون اورو كيعملو 7.99 دونك فيهم ربعة تيكونوا صغيورين حتى هما دوغي خديت كذلك من اش ام هوم خديت كذلك هاد لو بلاطو بلاطو ماربغي هاد بلاطو دو طابل اون ماربغ بلون كذلك هذا فيه هاد رجيلات هنايا دونك هذا كيعمل فريمون ثقيل هذا اون اورو مديهليش وقيلا وي دونك هذا اون اورو كيعمل 24.99 دونك فريمون ثقيل فيه هاد الرجيلات هادو ديال السيليكون فوالا كيجي بحال هكدا خديت كذلك هاد لابوجي هادي حتى هي من واحد جو مغابيل بلو المهم خديت هاد لابوجي هادي حتى هي شنو خديت ثاني خديت هذا خديتو كذلك من هنا ملي خديت هاد لو فاز هذا اون فيغ خديت هذا ما عقلتش على لو بري ديالو مي غادي نحط كلشي بون قبل ما غادي نقادو هاد الكوان كافي غادي نبارطاجي معكم يعني كيفاش كنحافظ على لا ماشين ديالي اشنو كنعمل لها باش كتبقى مزيانه وما كيكونش فيها لو كركر فيك واحد السيده اللي كنوجه ليها تحيه اللي سميتها سعاد واحد متتبعه وفيه كنقول لها اليوم غادي نبارطاجي معاك لو سيكري ديال نبارطاجي معاك كيفاش كنحافظ على لا ماشين ديالي حيت كتكتب لي كيفاش القهوه تتنزل يعني مزيانه يعني ما كتنزلش مقطعه وشويه دونك غادي اول حاجه غادي نوريكم شنو كنعمل لا ماشين باش كنظفها ونعمل الكوان كافي بون غادي نعمل هنايا الفينيغر بلون كما شفتوا واحد الكاس كبير وغادي نضيف عليه كاس كبير ديال الماء دونك غادي نحطها هنايا
بون كما شفتي وبعد ما عملت ليها الفينيغ كيفاش كتولي بصراحه ماشي دائما كنعمل لو مينيرال سي بور سا كيكون فيها لو كالكير دونك هنا نظفتها دي فوا كنعمل فيها غير الماء ديال لو روبيني ما كيكونش عندي مينيرال دونك هنا نظفتها بالخل شفتوا كيفاش ولات غادي نشفها ونرجعها لبلاصتها بون هنايا عملت هاد لي رونجمون ديال الايكيا اللي معروفين فيهم ديال دو خديت اوسي هاد لي رونجمون تيكونوا صغارين خديت 4 دونك حطيتهم هنايا
بون كما شفتوا الماء هنايا راه دوف وعمرتها باش نظفت لي لا ماشين. لازم جوج مرات كتبقاو تخويو تعاودوا باش كلشي كيتنقى وصافي ولا ماشي كتولي تخدم فريمون مزيان. دابا غنصاوب ليا واحد كابوتشينو ديال كوان كافي. الى عجبتكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. كنبغي نشكر الناس جداد اللي تابوناو معايا كيف كنشكر الناس اللي ديجا ابوني. خليت لكم الراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. اكرو بيزو.